السلام عليكم. انا سميتي العربي ايتوسع، جاي من تيزنيت، شاركت في المعرض ديال الصناعه التقليديه اللي كاين هنايا في تفراوت، كاين من نهار 17 في شهر 8 2024 حتى 24 في شهر 8 2024، وجيت كعارض للباس الامازيغي. الافكار ديال الموديل انا مولوع بهذا الشيء من صغري، وديما كندير الجديد. انا ملي ما كنديرش الجديد كاع كنمل انا الخدمه، ما كتكونش كاع عندي عزيزه الخدمه، خصني ضروري خصني نبدا وندير الجديد. بالنسبه للزي الامازيغي هو الاصل ديالي، هو فاش كبرت الصنعه علمها لي الوالد ديالي الله يخليه ليا، ومن تما بديت. جيت لتيزنيت، السونتر ديال تيزنيت، درت المحل. قبل ما ندير المحل درت اتولي صغير، خدمت شحال مع شحال من الاخوان هكا كيجيو كيتعلموا عندي، ودابا راه شحال من واحد دابا راه تبارك الله راه دار المحل ديالو تعلم من عندي على الاقل تقريبا. الا ما وصلت دابا غادي نوصل شي 75 واحد تعلموا مني ديا، راه الاخوان كاملين راه كاينين، راه غادي يعترفوا بهذا الشيء بالاخوان كاملين، حيت كامل ما كاين غير الخير والاحسان بينه وبين الصناعيه والحرفيه الحمد لله. بالنسبه تقريبا شحال هادي دابا وانا كنمارس هاد من 2000، نقول كاع 2000 تقريبا، 2001، دابا راه 24 عام هادي، 24 عام الحمد لله. حتى واحد ما عمرو شاف فينا العيب، المنتوج ديالنا كنحطوه وكنتقنوه، ولا ما كانش كاع متقوم راه ما كنخرجوهش للسوق. وغادي نشوفوا دابا بالنسبه لهاد اللبسه، سولتوني وقلتي لي هاد اللبسه، قلتوا لي كيفاش باش تخدمات ومنين جاتك الفكره؟ نبداو بالفكره، هي الاولى. الفكره ديما كنشوف هاد التوب ديال الخيش، حيت عقلت شويه، شد عقلي شد شويه في ايامات ديال الخنشه ديال الخيش ديال السكر ديال السكر. وفاش شفت هاد التوب دابا، راه هاد التوب كاين، راه كاين كيديروا فيه بزاف لي زاكسيسوار ديال بعض المنتوجات، وكاين اللي كيدير فيه الساشيات ديال المنتوج. وانا ديما ملي كنشوفو عند هذاك اللي كيبيع التوب كنضحك، قلت لي مالا يخصني نحط وحده الموديل ولا واحد المنتوج كيما جا عندي بنادم، سواء باغي يشري ولا غادايز ولا باغي غايشوف، يخص تخرج منه ديك الابتسامه. وهذه دابا غادي نسولكم نتوما برؤوسكم، راه غتشوف فيها غادي تخرج فيك ديك الابتسامه بلا ما تشعر داك الشيء راه كاين داك الشيء. على حسب بالنسبه للناس اللي كانوا هاد اللي كيعقلوا الخنشه، ضروري كتخرج فيك ديك الابتسامه، كتردك اللور، كتفكر دوك الايامات فاش كنتي صغير. والمهم تما فين بدات دابا الفكره، وقلت اش غادي ندير فيها. ديجا درت فيها واحد الفوقيه، شاركت فيها بواحد المعرض، واحد في واحد واحد اللقاء هكاك في واحد البلاصه عاوتاني راه كاين، وبعتها. وهذيك كيفاش بعتها؟ بعتها بواحد القصه غريبه. جا عندي واحد الكليان المحل، وهو يقول لي اعطيني شي حاجه ما ندير للولاد، شي تواشه هكاك، شي كسيوات، شي سراول، كلشي فيه اللمسه الامازيغيه، حتى عزل كاع داكشي اللي باغي يدي واحد شويه، ونقول ليها راه كاين هنا واحد الموديل لا جاب الله بغيتي تشوفو. ماشي هادي علاش كنهضر، وحده قبل هادي. وفاش جبت ليها هذيك حيد كاع داكشي اللي كان غياخذها، على حسب داكشي اللي عنده في جيبو ديك الساعه يخصو ياخذ هذيك، حيت فيها غير بياسه وحده ما غاديش يلقاها مازال. اخذ عندي هذيك، وقلت عاوتاني غادي ندير واحد التجربه اخرى، هي هادي دابا، عباره عن اقشاب. كيفاش قشاب؟ كاين اللي كيقول لي هذا الراه، على حسب كل منطقه واش كتقول لي. هذا دابا انا في المنطقه ديالي ديال انزي كنقولوا ليها قشاب، وخدمته بديك السيفه ودوك لي زاكسيسوار حتى هما دخلتهم، حيت باش نرجعوا لواحد النقطه مهمه، راه الصياغ والخياط راه خوت، حيت الا جاب الله الصياغ دابا باع المنتوج ديالو للكليان، السيارة كيبغي اللبسة اللي كتجي مع ديك
داك الشيء ديال الفضه اللي كيشريو. ونفس الشيء بالنسبه للخياط ملي كيبع داك الزي الامازيغي ديما راه كتخصو ديك اللبسه حتى هي ديال السياره. يعني بالنسبه للثقافه الامازيغيه راه السياره والخياط في القضيه ديال اللباس راه ضروري. وما ننساوش الخراز حتى هو بالنسبه لي دوكان حتى هما حيت هادو كاملين ملي كيتجمعوا راه كيعطيو واحد الجماليه للزي الامازيغي سواء كان رجالي او كان نسائي. تقريبا الثمن باش قيمتي انت هاد المنتج هذا؟ الثمن دابا ماشي الثمن ديال الثوب ولا الثمن ديال هذا لي زاكسيسوار اللي حطيت تما، الثمن ديال الفكره هذاك هو الثمن ديال الفكره. هادي دابا 1500 درهم. كاين اللي غادي يشريها ماشي ما كاينش، كاين اللي غايشريها ولكن باقي ما جاش. هادي دابا تجي في واحد الريستورو، تجي في شي ريستورو واعر ولا شي وطيل واعر مثلا ولا شي سوبر مارشي، المهم شي حاجة فين كيحطوا سميتو اللباس الأمازيغي. هادي واحد الجهة أخرى. هادي دابا كيف قلت لكم راه ضروري تخرج منك الابتسامة سواء دخلتي للوطيل ولا دخلتي للريستورو، داكشي اللي كاين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.